رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزوروا القناة أدعوكم الاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذن اليوم جبت لكم وصفة تاع كيكة الأناناس أو مقلوبة الأناناس بطريقة بسيطة وسهلة وكذلك غير مكلفة، يعني فقط عندكم غير الفري تاع هاد العلبة تاع الأناناس تاع الشرائح أناناس اللي دير 21,000 وكذلك كاين تاع 25,000. إذا بالنسبة للمقادير تاع هاد الكيكة واش راح نحتاج؟ راح نحتاج هنا إلى 5 شرائح ولا 6 شرائح فقط تاع الأناناس. هنا عندي 3 بيضات حجم كبير، عندي خمارة ونص ما يعادل 15 غرام، عندي هنا يا كاس حليب، الكيل تاع كاس الحليب هذا 240 ملل، بنفس الكاس اللي كيلت به الحليب كيلت به كاس تاع السكر، ونفس الكاس كذلك اللي كيلت به الحليب والسكر ندير منه نص كاس غير ربع تاع الزيت، تكون يعني ناقصة شوية على النص. وهنا راح نحتاج كذلك إلى الفرينة تقريبا 1 زوج كيسان ونص، 2 كيسان و4، دائما نقول لكم كل وحدة وعلى حساب النوعية تاع الفرينة تاعها، كاين الفرينة اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. والخميرة راح نحتاجو 1.5 ما يعادل 15 غرام. بالنسبة للكراميل راح نحتاج نص كاس تاع السكر ب4 حتى 5 ملاعق تاع الماء. نروحو مباشرة لطريقة تحضير الكراميل، صوص الكراميل اللي راح نديرو في سطح القالب. اذا هنا نجيب كسرونة تكون ما تلصقش، نحط فيها نص كاس تاع السكر، نحطو فوق النار هادية حتى يبدأ السكر تاعي يميل للون البني، نخليه حتى يذوب كليا. نضيف له 4 ملاعق تاع الماء يعني باش يجيني شوية خفيف وما يلصقليش في المول. اذا نروحو لطريقة تقديم تحضير العجينة، لكن قبل حتى تشوفوا القوام تاع الكراميل. هنا بعد ما ذاب السكر كليا نضيف 4 ملاعق تاع الماء. اذا هنا بعد ما بردت الكراميل تاعي جبت هنايا المول اللي راح نطيب فيه. المول تاعي القطر تاعو 30 سنتيمتر دائري كما كنت تلاحظوا، بلا نديرو به الفطائر يعني نديرو فيه الهطاخت. هنا دهنتهم مليح بالزبدة طرف طرف باش ما تلصقليش الكيكة تاعي. نجيب الكراميل تاعي ونسقيه هكذا من تحت في قاع هاد المول، نمشيها مليح حتى يعني نحس انه المول تاعي كامل قصتو هاد الكراميل. من بعد ندخلو مباشرة إلى الثلاجة، لازم حتى يعني الكراميل هذيك تتحكم روحها تجمد في سطح عفوا في قاع تاع المول. إذا نحط المول تاعي في الفريجيدار ونرجع. الآن نجي لطريقة تحضير العجينة. أولا نكسر البيض
نحطه كامل دفعة واحدة، بسم الله. ثم نضيف كاس السكر، ندرب جيدا حتى يعني البيض تاعنا راح يولي بيض. اذا بعد ما طلعت السكر مليح مع البيض، الان راح نضيف الزيت، نضيف الحليب، نزيد ندرب مليح بالباتور، نخلط الكهربائي حتى يعني يتخلط كلش مع بعض مليح، نخلطهم ونرجع فيه مع بعض. الآن نضيف الخميرة، هذا الكيس الأول يعني 10 غرامات، بعد من الكيس الثاني ما ندوش كامل الكيس، ندو النص فقط هكذا. نخلط جيدا بالباتور، هنا نبدأ نضيف الفارينة غير بشوية هكذا بالملعقة، نخلط من الأسفل إلى الأعلى باش ما نهبطوش هذيك الرغوة تاع البيض، وكذلك باش تجينا الداخل خفيفة وجينا هشيشة. بعد ما كملت العجينة تحصلت على هذا القوام، لاحظوا تجي ماشي ثقيلة وماشي خفيفة. لان نروح للطريقة تاع المونتاج، هنا نجيب شرائح تاع لي زنانا تاعنا، نفرشهم هكذا في المول، انا المول تاعي هنا كبير يعني راح تدي لي تقريبا كامل العلبة، لانه انا ديتو يعني اعرض بزاف هكذا. نصطفهم، واللي عندهم لي فخوي كونفي كيما الكرز يعني تقدروا تزيدوا ديروا له شرائح الكرز هنا في هاد الفراغات تاع لي زنانا. نجيبو شرائح الكرز ونفرشوهم هكذا في فوق الاناناس هكذا، بهذه الطريقة. وزينت هنا بأربع كات ترونش تاع الكرز. الآن نجيب العجينة تاعي، نبدا نفرغ بالأقل باش يعني ما يتحركوش الشرائح تاع الأناناس، كذلك هذوك الشرائح تاع الكرز اللي زينت بيهم. إذا نخليها واحد 20 دقيقة حتى تهبط مليح وتحكم روحها، من بعد ندخلوها لفرن ساخن 170 حتى 180 درجة. حطوها الفوق كامل باش ما تحرق لكمش من تحت، وكذلك باش تاخذ راحتها في الطياب وما تقعدش خضراء. إذا راح نتلاقاو على مائدة التقديم إن شاء الله، بقاو معنا. إذا كيما راكو تلاحظو الكيكة تاعي هنايا طابت، لاحظو مليح تاخد اللون الذهبي، متخلوهاش تحرق، لازم كيما قلت لكم تحطوها من الفوق كامل باش تطيب باقلها، وكذلك يعني باش تطيب الداخل مليح وما تجيش خضرا وما تتحرق لكمش هذيك الكراميل. هنا الا لاحظتوا هنايا هذيك الكراميل هذيك يعني تبقى يعني طريه وتبقى يعني حكم روحو، شوفوا يعني ما راش راح تشربها هذيك الكيكه. ثم تعرفوا باللي الكيكه تاعكم راهي ناجحه. نتمنى الوصفة تاع النهار اليوم نالت الإعجاب تاعكم، وإلا عجبتكم ما تبخلوش علينا بشان، بارطاجيو الفيديو، خلوا الأصدقاء تاعكم يستفادوا معكم بهذه الوصفة الرائعة اللي نشربوا بها قهوة، وكذلك نقدموها بالعصير لأنها تجي خفيفة وتجي كذلك الذوق تاعها رائع. راح نقسم باش تشوفوا نتيجة تاع الكيكة تاعنا. إذن هذه هي النتيجة تاع الكيكة تاعي،
مرحبا، جاي خفيفة، جاي ما شاء الله. شوفوا، نتمنى الوصفة تاعنا اليوم نالت الإعجاب تاعكم، وإن عجبتكم ما تبخلوش علينا بجام. نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.